نطلع انجيل يوحنا مع بعض، وبعدين هناخد اسئله كبريك، وبعد الاسئله نتكلم في الندوه الاخيره بركات الاستعداد للقاء الله. يبقى نمره واحد هنكمل مع بعض انجيل يوحنا. فاكرين ولا مش فاكرين؟ يوحنا واحد انت اللي زيكم مالكمش بريك. حاسس اول ما تيجوا بريك ترجعوا للصفر. يبقى يوحنا واحد يشهد الواحد. يوحنا اثنين. يوحنا ثلاثة. ثلاثة في كل واحد. يوحنا أربعة. واحدة حد أربعة. يوحنا خمسة. بركة حادة. يوحنا ستة. أكد الخمسة بخمسة، وأكد خبز الحياة وبينهم مش على المياه. يا رب. يوحنا سبعة. نازل ونازل وهرجع. يوحنا ثمانية. الحرية. مفهوم الحرية. يوحنا تسعة. على 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 على. يا خسارة. يا خسارة. طب انا هديكوا ايه؟ ما تروحوا تنسوا كل حاجه. طيب هقول لكم اهو، هقول لكم احنا خدنا لغايه يوحنا تسعه مش كده؟ طيب يوحنا عشره من اسهل ما يكون. ليه؟ عندنا في فكر طقس الكنيسه ان لما يكون في السنكسار بنقرا تذكار احد الاباء البطاركه في نياحته او استشهاده في انجيل معروف اسمه انا هو الراعي الصالح. فيوحنا عشرة افتكروا الالف والنون اللي عليها نقطه كانها واحد وعليها نقطه بالمقلوب. يعني يوحنا عشرة انا اهي كان الف ونون، يعني يوحنا عشرة انا هو الراعي الصالح. وفيها ايه من اشهر الايات اللي بتثبت لاهوت المسيح هي يوحنا 10 30 تحفظوها. المسيح فيها انا والاب، انا والاب واحد. يبقى يوحنا 10 انا هو الراعي الصالح. يوحنا 10 انا هو الراعي الصالح. يوحنا 10 انا هو الراعي الصالح. تاني تاني يوحنا 10 انا هو الراعي الصالح. طب يوحنا 9 يوحنا 8 مفهوم الحريه. يوحنا 10 طب قبل ما نخش على يوحنا 11، 11 عباره عن ايه؟ واحد قدامه واحد، مش كده؟ 11 عباره عن ايه؟ رقم 11 ايه؟ فهنقول في يوحنا 11 واحد اول واحد. تاني واحد اول واحد. يوحنا 11 واحد اول واحد. يوحنا 11 واحد اول واحد. يعني واحد اول واحد المسيح اول ما عزر بعد اربع ايام لما قال قد انت. يبقى يوحنا 11 واحد اول واحد. ويوحنا 10 انا هو. يوحنا 11 واحد اول واحد. مش مهم يعني. تاني يوحنا 10 انا هو الراعي الصالح. وفي ايه مشهوره قوي اللي هي يوحنا 10 30 تقول انا والاب واحد. يوحنا 11 واحد اول واحد. وصلتين اهو واحد 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 اول واحد. طيب من غير ما نقلب 12، 12 ممكن يكون فيه ايه؟ اللي هيقول صدقوني دولار من جيبي انا، وعشان اطلع دولار من جيبي انا مش من جيب ابونا كبير عليا. اللي هيقول يوحنا 12 فيه ايه؟ هدفع 1 امريكان دولار. يوحنا 12 عيسونا في بيت اللي قومه. يعني هو قومه 11 يخليه 12 صعب. يعني هو قومه 11 الراجل ده واجب. فعندنا في يوحنا 12 عيسونا في بيت اللي قومه. يوحنا 12 عيسونا في بيت اللي قومه. وهو بيقومه بعد ما يتعشى عنده ده اخته اللي اسمها مريم جابت الطيب الكثير الثمن اللي سكبته على المسيح. وساعتها يهوذا تذمذم وتذمذم وقال كده مش كده دوت يدي للفقراء. يا حرامي، هو اساسا كان قصده على الفلوس. يبقى يوحنا 12
العزومه في بيت الاقوام. يعني هي طبعا هنا هي زياره اللئام، عاوزين تخلوها سياره اللئام ماشي، عاوزينها عزومه في بيت الاقوامه منين اسهل؟ عزومه في بيت الاقوامه. يوحنا 12 يوحنا 11 يوحنا 12. طيب قبل ما نخش في اللي بعد كده اهو هسالكم سؤال، يوحنا 13 دي عباره عن ايه؟ يوحنا 13 عباره عن 1+12. يوحنا يوحنا 12 1+12. يوحنا 13 مش 1+12 ب 13، احفظوه بس كده، احفظوه كده دلوقتي. يوحنا 13 يوحنا 13 انت ما بتقولوش ايه؟ يوحنا 13 1+12 ويوحنا 11 ويوحنا 12 شوف بيت الاولين صح؟ انتوا ماشيين معايا. يوحنا 13 قلنا 1+12، كلمة 1+12 يعني المسيح زائد ال 12 تلميذ حصل بينهم احداث. 1+12 المسيح مع التلميذ، عمل ايه المسيح مع التلميذ في يوحنا 12؟ هقول لكم عمل ايه. نمرة واحد وطى وغسل رجل ال 12. نمرة اتنين عمل الافخارستية. نمرة تلاتة كشف الخاين وقال لهم واحد فيكم هيسلمني، وقال لبطرس واحد هينكرني. يبقى اتكلم على الخيانة بتاعت يهوذا واتكلم الانكار بتاع بطرس وغسل رجلين ال 12. يبقى يوحنا 13 يوحنا 13 عمل ايه مع الناس؟